السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم بنتي. الحمد لله. أنا عمي كان مطلوبك تدعي معايا، ربي يعطيني وليدات. يا رحمن يا رحيم. وهذه 3 سنين وأنا مزوجة وكنت حاملة وطاح لي الولد وبقى ما عطانيش الله. لا إله إلا الله. وبغيت قدام معايا نجي مع انا وراجلي، هو خدام في الجهه وانا ساكنه في بلاصه. لا اله الا الله. بنتي ايمان، شنو هو الاسباب اللي خلت الحامل يسقط لك؟ ما عرفتش عمي، كنت حامله في رمضان ونهار 27 بالذات. نعم. كنت زيت شي ثقل وطاح لي الولد. الله اكبر الله اكبر بنتي، الله يشافيك يا ربي ويعوضك خيرا. لا اله الا الله. والزوج ديالك دابا الان دار شي اجراءات باش يقرب عندك، طلب الانتقال للمقر السكنه ديالو او فكر انه يديك معاه المقر العمل ديالو. لا، تنقول له ديني معاك وتبقى يقول لي انا تنتحول انا تندير. انا مكرهتش عمي يدعي معايا نمشي انا وياه نسكنوا بالجهه. يا رب. هو خدام في قطاع خاص او قطاع عام؟ الشركة في الصامتين. الله يسخر ليه يا رب، الله يحسن عوانه. لا لا، الله يحسن عوانه بنتي إيمان يا رب، الله يفرج عليك. لا إله إلا الله. بنتي إيمان، أول حاجة قضية الإنجاب، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الوهاب، من أسمائه الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وإن شاء الله تعالى ربي غادي يرزقك الذكور والإناث. هذا اللي وقع لك بنتي إيمان، إلا فكرنا علميا وطبيا علاش وقع لك هذا الحمل طاح لك، كيتسمى السقط، فقهيا كيتسمى السقط. ربما كنت مقلقة، ربما متوترة حزينة، ربما حملتي شيء ثقيل، درتي حركة غير متوقعة والبطن ديالك كان متقل، ربما أسباب متعددة، لكن يبقى كل بيد الله، قل كل من عند الله، هكذا علمنا ربنا عز وجل أن نقول. أي نعم، نحلل الأسباب والمسببات وكيف ولماذا جرى، ولكن في الختام نقول قل كل من عند الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الأمر لله من قبل ومن بعد. ولكن لا ننسى بنت إيمان يقول لك لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. لعل هذا السقط اللي وقع لك غادي يعطيه الله واحد المقام ديال الشفاعة يوم القيامة. الوليدات اللي كيموتهم صغار أو كيكونوا عن طريق السقط، باقي مازال لم يكملوا المدة في بطون أمهاتهم وسقطوا، أو ازدادوا وبقوا بعد سنوات ثم توفوا، هذو كلهم كيعطيهم الله مقام الشفاعة، لأن الشفاعة يوم القيامة هي من أعظم الامتيازات، يعني القربات والامتيازات في الدار الأخيرة هي مقام الشفاعة. من تعطى له إلا من أحبه الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن الذين يكرمهم المولى بمقام الشفاعة الأطفال الصغار اللي ماتوا في المهد. لعل الله تعالى أعد لك مفاجأة سارة، ماشي هنا في الدنيا، الدنيا فانية، غدا غنموتوا كلنا، شكون اللي غادي يبقى فيها وما غندير والو، ولكن ربي عز وجل بغى لك مفاجأة سارة في الدار الآخرة، فهو يهيئك. وانت سميتك إيمان، دائما حافظة بنتي على هذا الإيمان ديالك، وإن شاء الله قريبا قريبا غيبشرك مولانا عز وجل بفرج قريب، بحمل قريب. السادة المستمعين، الله يجازيكم بخير، نعاونوا أختنا إيمان، غنعاونوها غير بالدعاء، راه الدعاء راه مخ العبادة، والدعاء راه يقضي به الله الأغراض، راه شتي واخا نديروا كتابات
وخنديروا عرائض استنكار، وخنديروا مجالس منتخبه، وخنديروا تصويت على الميزانيه، وتقدر ما نوصلوا لوالو، ولكن بالدعاء سبحانه سبحانه ما اعظم شانه يتجلى علينا بالعطاء. من رفع السماء بغير عمد، من جعل الشمس بوله وحده كتشرق وكتضوي على العالم باسره، سبحانه سبحانه ما اعظم شانه. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم بشر ابنتنا إيمان بحمل قريب، اللهم ارزقها حملا قريبا، اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم واجعل حملها يثبت حتى يوضع، وبارك له في سمعه وبصره، واجعله مباركا أينما حل وارتحل، اللهم عجل لها بالفرج. قولوا معنا آمين آمين. ولكل أم ولكل زوجة تعذر عليه الإنجاب أو تأخر، ما نقول عقيم ما نقول عقيم، ما حد بقى فيك الإيمان وفيك اليقين، ربي عز وجل يعطيك يعطيك، يحن يحن جل جلاله. اللهم يا رب كل من تعسر عليه الإنجاب أو تأخر أو تعذر، اللهم عجل لها بالفرج، وارزقها يا كريم حملا قريبا، إنك على كل شيء قدير. وكنقول لك بنتي إيمان، الزوج ديالك بعيد، لعل هناك إكراهات ديال العمل، الله يحسن العوان، طرف الخبز صعيب، كاين اللي الزوجة في مقام وطرف الخبز جاء في مقام آخر. لابد أن الإنسان غادي يسعى إلى تقريب الشقة، هناك إجراءات قانونية، هناك طلب الاندماج في الحركة الانتقالية، هناك طرق أبواب معينة، ولكن الإنسان إذا تعذر عليه شغي يدير، خصو يدير الأسباب أولا كما أمر الله تعالى، ثم يدق باب رب الأسباب. واحد الدعاء بنتي إيمان ديما قولي في جوف الليل، نصحك زوجك عنك بعيد، أنت وحيدة كتنتظري إمتى غادي يجي، في جوف الليل والناس ناعسين، الناس نيام، يقول لك طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. ديك اللحظة ربي عز وجل، فما أصبح الصبح حتى جاء الله بالفرج بإذن الله الواحد الأحد. غنقول واحد الدعاء ديال الجمع المتباعدين، وهو قول الله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نقول ديما في الدعاء ديالي: اللهم يا من قلت وقولك الحق كذا وكذا، اجمعني مع زوجي. ربي غادي لك التاويل، إما هو غادي يسهل ليه الله تعالى وغادي ينتقل لمقر السكنة ديالك وغادي يبقى معك في حياة طيبة، وإما غيفتح لي الله باب الرزق هناك ويفتح لي الله تعالى باب السكن هناك ويجمع الله بيناتكم، ما يخليكمش ربنا جل جلاله هكذا متباعدين، لأنه على كل شيء قدير. فقط قولي في جوف الليل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ربي غادي يعطيك. السادة المستمعين، الله يجزيكم بخير، نساعدوا أختنا إيمان بهذه الدعوة ديال الخير. اللهم يا الله، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، اللهم بحق قولك: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اللهم يسر السبل وبسط المساطر وهيئ الأسباب، واجمع بين أختنا إيمان وبين زوجها يا رب في القريب العاجل، اللهم اجمع بينهما في الخير والمحبة والمودة، اللهم عاجل غير آجل. وكل متباعدين، كل متنافرين، كل متفرقين، اللهم اجمع بينهم وألف بينهم كما ألفت بين الكتاب والسنة، وما كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين، اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.